على غير العادة ما كان متابعي ومحبي مسلسل جيم اوف ثرونز أو صراع العروش مبسوطين من الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير للمسلسل، والسبب كوب ستاربكس، فالكوب الورقي اللي حمل علامة ستاربكس الشهيرة ظهر بالخطأ على الطاولة اللي كانت قاعدة أمامها الممثلة إميليا كلارك أو أم التنانين اللي جانب أو إلى جانب أمراء من وينترفيل وغيرهم أثناء احتفالهم بالانتصار في معركتهم الأخيرة أمام ملك الظلام. الكوب سقط سهوا من المعدين والمصورين وحتى الممثلين، لكن ما عد على متابعيه اللي أغضبهم الأمر واتجهوا لتويتر وقالوا إنه اللي صار خطأ فادح ومعيب بحق عمل يعد الأعلى تكلفة على مر التاريخ. كمان بحسب موقع IMDB الأمريكي فالحلقة هذه حصلت على أقل تقييم حتى اللحظة، ورغم كل هذا للآن ما علقت شبكة HBO المنتجة للمسلسل على الموضوع. المؤلف الموسيقي اليمني محمد الكحوم الشهير بإعادة تقديم الأغاني العالمية بتوزيع عربي حب يضع البصمة اليمنية الحضرمية هذه المرة على أغنية المسلسل الأمريكي Game of Thrones أو صراع العروش، وقال في بداية فيديو الأغنية: نعتذر لشبكة HBO ومنتجي مسلسل Game of Thrones لتغيير مقدمة المسلسل من أغنية جادة إلى أغنية مبهجة. كيمنيين لقد مللنا من الصراع والألم، لذا نحتاج إلى بعض الترفيه. خلينا نشوف كيف صارت الأغنية.